أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الموجز الدولي. قرار واشنطن بشأن المستوطنة في الضفة الغربية إجرامي، أكد أستاذ العلاقات الدولية والدراسات الأمنية محمد سليم أن ما أعلنته الإدارة الأمريكية باعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير مخالفة للقانون الدولي، هو قرار إجرامي جديد ينضم إلى سلسلة القرارات التي اتخذها البيت الأبيض الذي يدعم دون قيد أو شرط مشاريع الاحتلال الإسرائيلي أو أقول الاحتلال الصهيوني في الأرض الفلسطينية. في خبر آخر، الحكومة الكندية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية. أدت الحكومة الليبرالية الكندية الجديدة برئاسة جاستن ترودو أمس الأربعاء اليمين الدستورية لتتولى بذلك مهامها رسميا خلال السنوات الأربع القادمة. في بوليفيا، 8 قتلى في مواجهات بين قوات الأمن ومناصرين لموراليس. لقي 8 أشخاص مصرعهم في صدامات بين قوات الأمن البوليفية ومناصرين للرئيس السابق إيفو موراليس قرب مصفاة نفط على بعد بضعة كيلومترات من العاصمة لاباز، حسب حصيلة جديدة صدرت يوم الأربعاء من طرف النيابة العامة. وفي قضية الصحراء الغربية، موجة تضامن بأوروبا من أجل إنهاء الاحتلال المغربي. تأتي الطبعة 44 للندوة الأوروبية للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي أوكوكو 2019، المزمع إجراؤها يومي الجمعة والسبت المقبلين بفيتوريا غاستيز إسبانيا، مرحلة تواصل فيها الحركة التضامنية مع الشعب الصحراوي في كفاحه من أجل الاستقلال والتوسع في القارة الأوروبية. نهاية الموجز الدولي، إلى اللقاء.